حياة وحده الله، واللي عليه ذنب يستغفر الله. يا سيدة يا مادة يدلنا ويدلكم على الخير والسعادة. حديثنا ترتيب أحسين عجيب، صلاتنا وصلتكم عن بيلا حبيب. أيش نحويلكم، محلها دخلة، محلها عادتنا، محلها تونسنا، محلى جونا، محلى عصيدتنا. سبحان ربي اللي ودني يودكم بثمار الجنة. قولوا أمين. نرجع توا الجونا التونسي، كما كل عام في كل مولد كل عائلة تونسية وبالطبيعة كل قدير وقدره نعملوا العصيدة. والعصيدة متاعنا ما شاء الله أنواع، فما اللي يعمل العصيدة الزقوقو كما أنا نحبه ونموت عليها، فما اللي يعمل العصيدة العربي اللي بتقيق بالرب والعسل وجي ياسر بنينة، وفما زيدة الناس القماقة منقوله احنا يعمل عصيدة البفريوة. والبفريوة هوني هو النوازات، باش الناس الكل تفهم اش معناتها كلمة بوفريوا. بهي يا سيدي يا بن سيدي، انا اليوم راه مش باش نعطيكم لا روسيت لا حتى شيء، جست هاوكا اتفرجوا على المراحل، كل شيء باش تلقاوه مكتوب، الوصفات الكل في صندوق الوصف بالطبيعة. مي اليوم شنية حكاية العصيدة وشنية دخلها بالمولد النبوي؟ باهي، احنا التوينسة من قديم الزمان في عام 1864 تعديت تونس بفترة خايبة على الاخر، قلت فيها الحبوب والشعير، الحاصيل المونة ما عادش متوفرة، والعباد ما عادش نوالقية تاكل. في الشمال الغربي متاع تونس مغروس بارشة أشجار متاع صنوبر حلبي، والصنوبر الحلبي هذا مش البندق اللي احنا نشربوه مع التيلة، اللي هي الشجرة اللي تعطي بذرة الزقوقو. والزقوقو هوني اللي ريتوها في أول الفيديو، الحبوب الصغيرة اللي لونها أكحل، قشرتها كحلة، تشبه شوية للذرة، لكن عندها بنة خاصة بها سبيسيال وياسر بنينة وأغلب التوانسة يحبوها. فقالوا علاش ما نجمعوش ونعملوا منها أكلة تشبعنا وتشبع صغيراتنا. فحبوا يجربوا وجربوها وطيبوها وعملوها عصيدة وجات بنينة وشيخ وبها على الأخر، لقاو حاجة يسدوا بها الجوع متاعهم. ومن وقتها للوقت هذا وإحنا في نفس العادة. لكن يقول القايل قبل ما كانش يطيبوا الكريمة، الكريمة البيضة اللي نحطوها على الوجه. وكما تعرفوا العصيدة لونها غامق، وناس قبل من عام 1864 ياكلوها أول ما تحضر تتحط في صحيفات وياكلوها وصحة وبشفاء. لكن احنا التوانسة من بعد طورناها ولينا نعملوا طبقة متاع كريم باتيسير الفوق بيضة، باش يقولك كي نود جارتي، نود حبيبتي، نود أهلي وأقاربي، نهزلها مصحيفة متاع عصيدة بيضة تبيض وتنور الوجه. هذاك علاش عملنا طبقة من الكريمة البيضة، خطر عيب يقول لك نزلوا حاجة كحلة وإحنا لك حل من سبيختوش بيه. هيك علاش ولينا ديما نعملوا الكريمة البيضة فوق العصيدة متاعنا. وأنا توا وريتكم العصيدة الزقوقو كيفاش تتحذر، تبعوا المراحل مع سرد الحكاية هذه ياسر محليها، والمكونات الكل مش لقوها مكتوبة في صندوق الوصف، وجربوها وتفكروني راي تجي معدلة وياسر بنينة وبسم الله كحلة توت. نتعدوا توا العصيدة الثانية واللي هي العصيدة متاع التوينس الزمنيين الناس القماقة، من اللي يقولك وشكون يعملها، على خاطر في وقت قبل ياسر البوفريوة كانت غالية، واللي يوصل يعمل البوفريوة معناتها راهو عايش في ثراء وما شاء الله ربي يزيده. احنا توا ما شاء الله كل شيء ولا بريسك، الزقوقو اغلى شويه من البوفريوا لكن البيستاش غالي برشا. وكيما قلت لكم راهو كل قدير وقدره وكل حد ينجم يعمل اللي يقدر عليه. الحاصل الكلهم بنين، وكل ما هي حاجه تونسيه راهي بنينه. العصيدة البوفريوا يا حبذا نعملوها وحدنا في الدار، حتى الزقوقو ماذا بينا نشري وكعب ننقيوه ونعملوها في الدار، خير أضمن وأنظف وأصح وأبن بالطبيعة، ديما حاجة الدار وحدها. به يا سيدي العائلة التونسية مش الكل لكن أغلبهم يحبوا العادة هذية ويعملوا لها قاوق ويعملوا لها زينة وديكار ويعملوا لها أجواء. المهم حاجة تفرحنا وتفرح صغيراتنا الكبير والصغير، ونعملوا أجواء ياسر حلوة في الدار. وكما كل التوانسة نشريو صحيفات جدد، نشريو كالفيكيا نقيوها ونحضروها، نشريو الدنيا والدراجي والقنفيد وأنواع لي بونبون الكل. المهم نزينو هيك الطويلة ونفرحوا صغيراتنا ونودوا رواحنا بحاجة بنينة، بهجة تدخل في قلوبنا،
أما راهو ما عنده حتى دخل بالمولد النبوي الشريف. المولد حاجة، وإنه نطيبه حاجة في أي وقت نجمو نطيبوها راهو ما عنده حتى دخل. معناتها أنا العصيدة راني كيما نجم نعملها في رمضان، نعملها توا، نعملها في سيور الأيام، في أي مكان وزمان نجمو نعملو العصيدة ما عندها حتى دخل بالمولد. وحوايج أخرى نحب نقولها، إنه العصيدة متاع الزقوقو هي من أرقى وأفخم الحلويات التونسية، واللي معروفة كان في تونس أكهو من شمالها لجنوبها لشرقها الغربة. هذه الأكلة خاصة بالتونسة، فما نعرفش علي شربتوها بالمولد، لكنها ياسر بنينة، ياسر نكهتها سبيسيال مايش موجودة، واللي يجي يذوقها تعجبه. والحمد لله كيما قلت لكم كل حاجة تنسية راهي ابنينا. والعصايد الصحاح في تونس العصيدة الزقوقو، العصيدة البيضة، وكيما قلت لكم الناس القماقم يعملوا عصيدة البفريوة. أما البيستاش وعمل اللوز واللي يعمل الجلجلين كيما أنا صورت مقبل، هذوكم أنا نسميهم بصراحة دي كريم، معناتها هماش عصايد اللي نعرفوهم أحنا، معناتها كتوانسة قدم قدم من قديم الزمان، وحاجة توارثناها على الجدود. لا، اللي توارثناها على الجدود كان الزقوقو والبفريوة والعصيدة البيضاء أكاهو. الباقي الكل اللي جاي توا جديد هذيك أنا نسميه بصراحة كريم دي سير، ني بلوس ني موان كهو. وهذه عصيدتنا تنصبت، والزينة تزينت، والفاكهة ترشقت، وكل شيء في حقه. بسم الله ما شاء الله، نودكم ومنشهيكم. إن شاء الله يعجبكم فيديو اليوم وديكور اليوم، إن شاء الله يعجبكم كل شيء. أنا باش نكمل نزين العصيدة وباش نرشق هيك التبخوات، ياسر عطاو منظر حلوين للكويسات متاعنا. كيما شفتوا فما كويسات عملتهم معناتها عصيدة برجوازية، وفما كويسات عملتهم طبقتين أكاهو، تبقى عصيدة بيستاش وعصيدة النوازات، وفما اللي عملته عصيدة زقوقو صافي. الحاصل اتفننت وعملت جو في الفيديو هذا ما نحكي لكمش. وتوا باش نمشي ونتعديو نزينو الطويبلة ونزينو القاعدة، وكل حاجة باش تراوها هوني في الديكور تابع باج ديما ناخذ من عندها، وديجا تاقيتها بامل دو فوا في الانستغرام اللي هي باج كوكتينيل. ياسر تخدم العفصات هذوما، كسوسوا ديكور المولد، كسوسوا ديكور رمضان، كل شيء اللي تحبوا. وبسم الله ما شاء الله عليكم، قديش فرحتوني بالرتور متاعكم. بالطبيعة الناس الكل تاخذ وتشري وتحب تفرح، ان شاء الله ايامكم كلها فرحة يا ربي. الحاصل باش نكمل نزين، وانتوما خليكم معايا. الجبيبة ولبسناها، والطاولة وحطيناها، والعصيدة نصبناها، شنو اللي ناقص؟ طرف بخور ياسر بنا مع الجو اللي عندي في الدار. هذايا بخور نكهة الورد، ان شاء الله ايامنا وايامكم كلها ورد يا ربي. باش نحكي لكم عليه المرة الجاية، على خاطره حاجة ياسر اوريجينال وياسر حلو وريحته ياسر بنينة. ما شاء الله ما نحكي لكمش على الأجواء اللي عندي في الدار. إن شاء الله يكون عجبكم فيديو اليوم والديكور والعصيدة وحكاية العصيدة. جيست نحب نقول إنه تونسنا باهية زاخرة بالتراث، وكي نقولوا أجواء إسلامية نقولوا المولد النبوي الشريف، نقولوا القيروان، نقولوا السلامية، ونقولوا الحذرة، ونقولوا ذكر النبي والصلاة عليه ألف وليزيه. نخليكم توا مع البنة هذه الكل، إن شاء الله أيامنا وأيامكم كلها فرحة وسعادة. نخليكم في أمان الله وفي حفظه، ونتلقوا أكيد في فيديوهات أخرى. باي باي والسلامة.